المجتمع المدني والشعب اشتغل، القوات المسلحة عالجت، الشرطة عالجت، الشركات والهيئات عالجت، بقت ايه؟ توجه مجتمعي تقوده دولة وبإرادة سياسية، رئيس بيطلب منك مستهدف اكتر من الخيال، فانت لو فشلت هتحقق حاجة اكتر من عظيم. لو فشلت ان اوصل لمليون، طب عملتهم 700,000، ده العالم كله معالج 200,000. فدي القصة، اين كنا واين اصبحنا؟ هي العلم اولا، المتخصصون اللي عارفين الخريطة وعارفين يحطوا رجلهم فين، انهي دواء وامتى وبكام، وسياسات بننفذ على الأرض. عارفين كام مريض عندنا النهاردة ولا لسه؟ لا، احنا دلوقتي عارفين كام. عارفين يا فندم، في مصر كان في 1.5 مليون يعلموا ان عندهم فيروس سي ويعيشوا حالة من القلق والهلع والأسى والاكتئاب، وزي ما انت عايز. ناس عارفة ان عندها فيروس سي، والناس مش كلها دكاترة، فعارفة ان احنا دكاترة نقول المرض بطيء وفيروس سي ما بأثرش الا بعد سنين طويلة، ادي محاضرات زي ما انت عايز، لكن اللي عنده فيروس عايز يتعالج بعد ايه؟ بعد ساعة، مش عايز يستنى اسبوع ولا شهر ولا سنة، عايز يتعالج. فال1.5 مليون دول استطعنا في اقل من سنتين كلهم يتعالجوا، 1,400,000، والرقم بيزيد كل يوم، لدرجة انه الزحام الشديد جدا على ال26 مركز اللي خلى وزارة الصحة تعملها 73، ما عادش في قوائم انتظار. ما عندناش قوائم انتظار. لا، ودي حاجة مش موجودة في اي بلد في العالم. انجلترا عندهم حوالي 20,000 مريض في انجلترا كلها، عندهم قوائم انتظار. انجلترا عندهم قوائم انتظار، وفي مصريين يحملوا الجنسية راحوا هناك اتقال لهم العلاج بعد سنة، جم اتعالجوا في مصر. فالبلد الوحيد في العالم اللي ما فيش فيه قوائم انتظار لعلاج فيروس سي هو مصر. طب ايه الكلام اللي قاله امبارح وزير الصحة عن عملنا مسح 5 مليون، عالجنا منهم 1.5 مليون تقريبا، الباقي لا 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 هي المعنى ايه؟ انه 1.5 مليون اللي عارفين تقريبا كلهم اتعالجوا، مفيش واحد في مصر النهارده عارف قبل كده ان عنده فيروس سي الا وخد العلاج. فعلا دي حقيقه، وده هو الانجاز. كل من يعلم اتعالج، تم علاجه، ومعظم الناس اتعالجت مجانا وعلى حساب الدولة او التأمين الصحي او في جمعية اهلية زي الجمعية بتاعتنا. طيب لسه حوالي 6 أو 7 مليون واحد في مصر عندهم فيروس سي ولا يعلموا. طب حضرتك بنقول الرقم بناء على ايه؟ بناء على المسح اللي اتعمل، في مسح بتعمل بطريقة إحصائية، عينات ممثلة من عدة محافظات، وزارة الصحة عملت ده أعتقد في 2013 وفي حاجة في 2015، فعارفين بالظبط دلوقتي تقريبا النسبة في مصر مش 20 بقى، النسبة لا تزيد عن 7%. ف7%، فأنت بتتكلم على 7-8 مليون مواطن اتعالج منهم 1.5 مليون. فإحنا بنتكلم في 5 أو 6 مليون في مصر عندهم فيروس سي وما يعرفوش ان عندهم فيروس سي. طب الاستراتيجيه تبقى ايه؟ البحث عن الحالات وبطريقه المسح، ان انا امسح يعني اعالج، يعني افحص الناس كلها. افحص الناس كلها. طيب عشان افحص الناس كلها، عشان اطلع الخمسة مليون دول، لان انا عندي علاج جاهز، فاي واحد هفحصه ويطلع عنده هديله العلاج. نعم. فمن الناحية الأخلاقية أصبح واجبا إن أنا أفحص الناس كلها. الخطة بقى اللي يقصده معالي الوزير، هتعامل إزاي مع الناس كلها؟ إزاي أتعامل مع عشان أطلع الخمسة مليون؟ هو بيقول لأ، هو بيقول إن هو فحص حتى الآن من ال90 مليون اللي موجودين في مصر، فحص منهم 5 مليون. 5 مليون بيدور فيهم على الحالات الجديدة. فدي الواجب الجديد، انه ايه دلوقتي؟ انا مش هقعد استنى. الناس اللي عارفه بتروح تطلب العلاج، طب واللي مش عارف لازم انا اروح له. طيب المواطن يعرف ازاي ان هو مصاب بالمرض ده ولا مش مصاب؟ التحليل. تحليل. التحليل.
احنا في جمعية او مؤسسة الكبد المصري متنبهين للقصة دي من سنتين، انه الدولة بقوتها بأجهزتها بجيشها بشرطتها بشركاتها بالمجتمع المدني